انت معايا النهارده تحب اعمل لك اكل ايه بقى؟ انت هتعرفي تعملي لنا ايه؟ شويه ملوخيه كده وفراخ. طبعا عيني. ماشي. الو، ايوه ماجد، انت فين؟ ها دينا، في الشغل. هكون فين يعني؟ خير؟ في حاجه؟ في مصطفى دلوقتي عندي جاي لي زياره، وبعدين قلت له هتتغدى معانا والبيت ما فيهوش اي اكل خالص، اعمل ايه؟ طب ما طبيعي البيت ما فيهوش اي اكل، احنا لسه راجعين من السفر وانا ما لحقتش اجيب اي حاجه يعني. طيب خلاص، من فضلك كلم اي حد من اللي شغالين معاك يجيب لي الطلبات اللي انا هقولك عليها. طلبات ايه ده؟ انا عندي مشكله كبيره جدا هنا في البنك وبحلها، ده انا عايز اللي يساعدني. يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما انت، انا مش عامله حسابي ومعيش فلوس وانت مش سايب لي اي فلوس. اتصرفي يا دينا، اتصرفي، كلمي ابوك وامك. بقول لك خدي من اخوك مصطفى فلوس اشتروا بيها اي حاجه كلوها. انت بتهزر؟ يعني هو جاي لي ازاي ياخد منه فلوس عشان اعمل له اكل؟ أوه. طيب خلاص انا هتصرف. سلام، اقفلي انت دلوقتي. ايه ده؟ ده انت طلعت بتعرفي تطبخي اهو. ايوه بعرف اطبخ، انت اول مره تاكل من ايدي ولا ايه؟ ايوه كنت باكل، بس الحاجات السيكي ميكي دي، شويه فول وبضايه والحاجات دي، انما مش ملوخيه ورز وفراخ يعني. عارفه انا كنت بعمل على طول كده، انت مش واخد بالك. لا بس حلو جدا جدا، تسلم ايدك. الله، ايه ريحه الاكل الحلوه دي؟ انت اللي عامله الاكل ده كله؟ الله الله الله، صاصه، ازيك يا صاصه؟ عامل ايه؟ وحشني يا عم ماجد. ما تكبر شويه انت يا عم. طمنا عليك، بس انت لسه بتطير؟ فين بدل الطيار؟ اما اجيب لك واحده بس، النبي تبعتها لي في العيد. ها في العيد، هاتها لي في العيد. حلوه الساعه دي قوي، ما هتداني لفه. روق بس يا عم ماجد. ماشي، انا هطلع اغير كده عشان بقول لك يا صاصه، حط دي بقى كده عشان انت من زمان وانت هبل وبتقعد تراقل على نفسك كده. استنى، حطها كده. ها رجع لك على طول، جالك على طول يا صاصه. دي انت وحشني قوي يا صاصه. مش كمل اكلك، كمل اكلك معلش. مصطفى اخوكي ده صراحة جليات، يعني بيجي من غير مواعيد، حد يجي بيوت الناس كده من غير ما يقول انا جاي. مصطفى برضه اللي جليات؟ بقول لك ايه؟ هو انت كلمت ماما النهارده قلت لها تبعت لنا اكل؟ ايه رأيك البس الابيض؟ انا بسألك. وانا جاي اجاوب. كلمتها عادي يعني. حسيت ان انا يعني هتأخر وهي تنجز بسرعة، فقلت اكلمها، وبعدين السريع يكسب، صح ولا لا؟ وانت شايف بقى برجولتك دي يعني ان ده صح؟ عادي، ايه المشكله يعني؟ انت في حاجه تايهه عني. ماجده دي من زمان جدا، من قبل ما انت تتولدي اساسا، وفي حاله عشق بينا، حاله حب يعني. ماجده دي انا بعتبرها زي امي بالظبط. يعني ايه بقى زي امك؟ يعني ما تتدخليش بيني وبين ماجده. ايوه ما تتدخليش، امك بتطلب مني حاجات كتير جدا ما انا اعملها لها. ينفع مثلا اقول لك وافضحها؟ ما ينفعش اعمل كده، مش اخلاقي. لا ينفع، احب اعرف بقى ايه الحاجات. حاجات كتير جدا جدا جدا، وبعدين بقول لك يعني سيب الراجل لوحده تحت. يلا بقى عشان اغير، انا ما بحبش اغير قدام مراتي. اتفضلي، بس لو عايزه تستني اغير قدامك انا ما عنديش مشكله. لا وعلى ايه؟ طب بقول لك ايه؟ امك بعتت الفراخ اللي من غير العظم عشان ما بحبش العظم. طب الزيتون الكلمات يا اخي، هي ليه بتزعل اول ما بقول زيتون الكلمات؟ ايه المشكله يعني؟ بحب زيتون الكلمات عادي يعني.